بعيداً عن كتب السير الذاتية والروايات بشتى أنواعها التي يسرف المعرض الدولي للكتاب على عرضها، نتواجد هنا بفضاء خاص من قصص المصورة مارفل وديسية التي تحمل بطياتها العديد من الشخصيات الأبطال الخارقين من قبل سبايدر مان، باتمان وأيرون مان. نتواجد هنا بهذا الفضاء لتقريبكم أكثر من اوكي. اولا كنشكركم على هذه المناسبه وعلى هذه لوبورتونيتي. كنشكروا بيان سور المينيستير د لا جونيس كولتور اي كومونيكاسيون اللي منحونا هذه الفرصه اننا نجيو ونقدموا هذا الفنان العريق اللي جاوا من لي كاتر كوان دو مون. عندنا فنان عريق من المكسيك، عندنا فنان عريق من نيويورك، من لوس انجلوس، من تايلاند ومن كندا، وكلهم كيشتغلوا في ديور النشر مارفل اي دي سي كوميكس. هما فنانه أكثر من 20-30 عام ويدهم محطوطة على سبايدر مان، على باتمان، على سوبرمان. اليوم سي لا دوزيام فوا مي سي لا بروميير غروند فوا، أول مرة كبيرة أننا جبنا هاد الفنانة 10 بهم باش يدوزو معنا 10 أيام دي جوغ ديال لو صالون ديال المعرض. وجبنا بور لا بروميير فوا ماروك، أول مرة كنجيبو لي كوستيم ديال الأفلام، ديال هاد الأفلام هادو أفنجرز وديال جوستيس ليغ، وهما معنا هاد لي كوستيم كيقدموا ولا كيغوبريزونت من واحد النطاق الخدمه ديال الفنان. حنا شنو كنبغيو نبينوا هنا بان كلشي اصله كتاب، كلشي بدا في الكتاب. فاش كنمشيو نتفرجوا في الفيلم ديال افنجرز ولا جاستس ليغ راه اصله كتاب، وهذاك الكتاب عملوه فنانه بحال هاد الناس اللي جاوا كيزورونا اليوم، اللي منهم شون شان خدم في ايرون مان وولفرين، منهم برنارد تشانغ اللي خدم في جرين لانترنز وسبايدر مان، منهم سكان سري سوان اللي هو فنان عريق بزاف اليوم في مارفل. وهاد الناس كاملين رحبنا بهم وجاو اليوم كيعلمونا التقنيات ديالهم، التاريخ ديالهم. جبنا الناس اللي عندهم مثلا الاقدميه في مارفل وفي دي سي، وجبنا عاود الناس الشبان اللي يلاه داخلين ولا يلاه في لامونتي ديالهم. وباش نجاوبك على السؤال ديالك، هو اهم سؤال، علاش واي بوركوا، هو ان الحلم ديالنا هو الافتتاح الخيال. حنا كنحاولوا ان الشبان ديالنا المغاربه، كنقولوا بان المغرب عنده بزاف ديال لا كرياتيفيتي البويون داغ، وخصو غير هذيك الدفعه، خصو واحد التقنيات، يتحسن في التقنيات ويتحسن في التفكير الفني، اننا زعما اوني ابو ان شاء الله اننا نقدروا نوليو كن اكسبورتيو الافكار ديالنا، الثقافه ديالنا، القصص ديالنا عبر كتب، ومن الكتب افلام، ومن الافلام دوكيومونتير، ونعبروا على لادين ديالنا وعلى الثقافه ديالنا وعلى التاريخ ديالنا على برا. اليوم كنمنحوا الفرصه انه واحد لو ميديوم، واحد لو لونغاج، قصه مصوره، ولكن هذا غير ميديوم صغير اللي هو ايكونوميك. علاش هو الا مهم ومنه تحنا؟ علاش لا بحال مارفل وبحال دي سي من البدايات صغرى يولي الحلم كبير؟ الصراحه انا ملي دخلت هنايا استقبلونا احسن استقبال، وملي دخلت لقيت بزاف ديال الشخصيات بحال باتمان وسبايدر مان. الصراحه عجبني انا الشيء، ورحبوا بينا عطاونا هاد القصه. الصراحة هي هاد البلاصة هادي حيت تاخد فيها راحتك، فيها جميع الشخصيات، سبايدر مان، باتمان، سوبرمان. جيت هنا كان واحد الشعور مذهل، اكتشفت بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش عارفاهم. والشخصية صراحة اللي كتعجبني هي سوبرمان، وحيتاش كيساعد الناس وعنده واحد الشخصية اللي قوية وكيحارب الأشرار وكيحافظ على سلامة الأشخاص. وصراحة هاد البلاصة ملي اكتشفتها كجاني واحد الشعور، تحمست بزاف وعجبني هادشي بزاف، حيتاش اكتشفت شي حاجات اللي هما زوينين، وشفت قصص وعطاونا شي كتوبه ورحبوا بينا واحد الترحيب اللي كان زوين. وصراحه هاد البلاصه عجبتني، والمعرض باكمله عجبني. وصراحه هاد البلاصه، خصوصا هاد البلاصه، اكتشفت بزاف ديال الحوايج، وكنشكر كل شيء، وشكرا. هادشي كان زوين بزاف، وعجبنا الخرجه اللي داروا لنا مؤسسه ادراك. كنبغي نوجه لهم التحيه من هذا المنبر، شكرا لهم بزاف على هذا الخرجه اللي داروا لنا، وحنا فرحانين بزاف. وهادشي كان زوين بزاف، حيت ماشي كاملين فاتنا جينا لهاد البلاصه،
وعجبنا الحال نزورو هاد البلاصه. عجبتني الشخصيه ديال باتمان لان شخصيه زوينه وكيعجبوني من شحال هادي كنت كنتفرج فيهم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.